حقيقة باشرة دائرة صحة كربلاء بتنفيذ خطتها للزيارة الأربعينية، اللي حقيقة هي على أربع محاور رئيسية. أولا المحور الأول وهو محور المدينة القديمة، أو محور بين الحرمين وداخل المدينة القديمة. هذا المحور حقيقة بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة وزعت المفارز الطبية المشتركة في داخل الحرمين وبين الحرمين، وأيضا في شوارع كربلاء القديمة أكثر من 15 مفرزة طبية للعتبة الحسينية و12 مفرزة طبية للعتبة العباسية، بالإضافة إلى مستشفى سفير الإمام الحسين اللي تقدم خدماتها الطارئة لمدة 24 ساعة باليوم. حقيقة مستشفى السفير هي الساند والداعم الأكبر لهذه المفارز، تتم الإحالات الحالات المرضية من هذه المفارز إلى مستشفى السفير. وأيضا مستشفى السفير بها جزئين، جزء صحن العقيلة يدار من قبل مستشفى السفير، وأيضا المستشفى حتى تكون الطاقة الاستيعابية كبيرة والخدمات الطبية تكون مميزة. كل المفارز والمستشفى مهيئة وكافة المستلزمات الطبية والصحية والخدمية، وبالإضافة إلى الكوادر المدعومة من قبل وزارة الصحة ودار الصحة كربلاء. هذا المحور الأول. المحور الآخر اللي هو محور المراكز الصحية التابعة لدار الصحة كربلاء العباسية الغربية الشرقية باب بغداد، اللي حقيقة تقدم خدمات طارئة أيضا ساندة إلى مستشفى السفير. المحور الآخر هو محاور مدينة كربلاء المقدسة، مداخلها الثلاثة اللي هي مدخل بغداد ومدخل بابل ومدخل النجف، أيضا توزعت أكثر من 130 مفرزة طبية، بالإضافة إلى مراكز مدن الزائرين التي حقيقة هي بدعم العتبة الحسينية والعباسية. مدن الزائرين تم تهيئتها لاستقبال الملاكات الداعمة والساندة من المحافظات البصرة، السماوة، الديوانية، بغداد الرصافة والعمارة، حيث كل محافظة أرسلت أكثر من 50 منتسب في مدن الزائرين، وتكفلت العتبة الحسينية بتقديم الدعم اللوجستي والمكان والإقامة والدعم الكامل لهم لتقديم الخدمات الطبية. المحور الآخر هو محور الرقابة الصحية والوقاية، انتشرت أكثر من 35 فرقة من الرقابة الصحية وبالتنسيق مع العتبة الحسينية والعباسية، وكذلك مع هيئة المواكب لوضع الضوابط الصحية للمواكب، ضوابط صحية بسيطة تضمن تقديم خدمات لوجستية للمواطنين على مستوى عالي، أيضا فحص المواد الغذائية التي تدخل، منشورات وتعزيز الصحة والتوعية بالتنسيق مع هيئة المواكب لكافة المواكب لضمان أفضل خدمات للمواطنين الكرام. المحور الآخر هو محور الإسعاف الفوري، أكثر من 98 سيارة إسعاف اللي يتابع لدائرة صحة كربلاء استنفرت بالتام. هناك 10 سيارات إسعاف لمستشفى السفير أيضا ضمن الخطة داخل المدينة القديمة، و8 سيارات إسعاف إلى العتبة العباسية أيضا داخل المدينة القديمة، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف المتنقلة أو السريعة اللي بين الحرمين تكون مسؤوليتها نقل المرضى لا سمح الله المصابين إلى هذه المراكز. الخطة في هذا العام يعني بها تطور كبير، أنه زيادة أعداد مراكز الطوارئ حتى نخفف على المواطن النقل إلى المستشفيات أو النقل بين الأماكن المؤسسات الصحية اللي نعاني بالزيارة بسبب الازدحام صعوبة، فوفرنا مراكز طوارئ قريبة داخل المدينة القديمة وبالمحاور حتى تكون خدمات سريعة عاجلة، المواطن من يأخذ الخدمة الصحية وتكمل تتحسن يستطيع أن يكمل زيارته إن شاء الله. وإن شاء الله ندعو لكل زوارنا أن يأتوا إلى كربلاء ويعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.